يجد قضاء الزبير الواقع غربي البصرة نفسه محاطا بتحديات جمة جراء زيادة هجرة سكان المحافظات الوسطى والجنوبية بسبب المغريات التي تمنحها إليه حقول النفط العملاقة والموانئ والزراعة. لهذا بات يشكل الوافدون عبئا خدميا وأمنيا ومنافسا شرسا على الوظائف برغم شحتها. نعم، هناك تغيير ديموغرافي كبير بسبب الهجرة الكبيرة نتيجة وجود النشاطات النفطية وكذلك تواجد الشركات ووجود فرص العمل، ولكن هذا التغيير أثر على ابن القضاء لأنه حقا هناك بعض الأشخاص جاءوا ليس فقط للعيش وإنما هم حقا لديهم سجل سوابق. ويبدو أن حكومة القضاء لم تقف مكتوفة أمام تحدي الهجرة التي أوصلت التعداد السكاني إلى 1,000,000 نسمة في الزبير، حيث اتخذت حزمة قرارات تتوخى إيقاف الهجرة للقضاء عبر تحديد السكن فيه بأصحاب الوظائف الحكومية الذين ينقلون من محافظاتهم حصرا أو ممن لديه منزل يملكه. رفض إعطاء أي تأييد للوافد الجديد إلا بعد أن تكون هناك شروط متوفرة في هذا الوافد، إما أن يكون مسقط رأسه في محافظة البصرة أو أن يمتلك طابو صرف لدار سكنية موجودة أو موظف حكومي انتقل مكان عمل الحكومة من المحافظة الأخرى إلى محافظة البصرة. أما غير ذلك فإحنا ما مستعدين نستقبل هذه العوائل. وفتحت هذه التدابير باب الجدل بين الوافدين الذين طاب لهم المقام في قضاء الزبير وسكانه الأصليين، حيث اختلفت الآراء ما بين مؤيد ومعارض لإجراءات الحد من الهجرة. الشركات العدنة النفطية هنا بالزبير مرضها على أهل الزبير فائدتها للناس المحافظات، يشتغلون العمال المحافظات وأهل الزبير الدخان عليهم من الغاز والتسمم من النفط وما جاي يحصلون وظيفة. أنا عراقي أريد أشتغل بأي محافظة، مو من حق أي واحد يمنعني، أنا أريد أشتغل هنا. أنت ليش ابن المحافظة، ليش ابن قضاء الزبير، ليش ما يشتغل؟ شنو المانعة؟ ليش ما شغل؟ يجوز أنا عندي كفاءة، هذا ما عنده كفاءة. ومع أن أرض الزبير في باطنها النفط وعلى سطحها الزراعة والموانئ، بيد أن الفقر متوطن فيها. الحلول المقترحة للحد من ظاهرة الهجرة والنزوح إلى هذا القضاء الغني بالثروات يبدو أنها ما زالت محل جدل وانقسام ما بين مؤيد ومعارض لها. سعد قصي، الحرة، من قضاء الزبير غربي البصرة.